بنك اوف بيروت بكل حلقة من الاخر رح يسلط الضوء على اشخاص قاموا بانجازات عديدة من عدة فئات ومجالات. معنا الليلة شاعر بيكتب باللغة الانجليزية والفرنسية، عنده اكثر من 40 شعر وربح جوائز عالمية عديدة عن كتابه ايفازيون يلي فاز في بال 2006 بباريس، على 4800 شاعر كانوا مشاركين من 62 دولة مختلفة. تعال نتعرف اكثر على هالانجاز، نستقبل المنجز إلي درجاني. مساء الخير، تفضل. إلي درجاني، ما رح بلش لك بالشعر لأن ما بعرف أقول شعر وما بعرف أكتب شعر، بس أسألك أولا كيف سمعت بالمسابقة وكيف وصلت لعنا بآخر إنجاز؟ أوكي، أول شيء أنا بلشت أكتب باللغة الإنجليزية، ما كان في ولا مسابقة، كانت موهبة. وبعدين أعلنوا الأسبوع الثقافي بلبنان سنة 2002، قدمت كتاب صغير اسمه Look Forward for Peace لأنه الموضوع كان عن السلام، وأخذ الجائزة العالمية الأولى. فسنة 2005 قررت أنتقل من الشعر الإنجليزي للشعر الفرنسي لأنه حسيته أقرب على الـ Education تبعي، وكتبت كتاب اسمه Evasion. سنة 2006 قررت أعمله Publishing، فأصدرت الكتاب سنة 2006 وأخذ الجائزة العالمية الأولى. كانت الدولة الفرنسية منظمة مسابقة كانوا اشترك فيها 62 دولة، كان فيها 4800 شاعر، وأكيد أنا أخذت الجائزة العالمية الأولى. برافو. إلي، حضرتك بأي مدرسة أو بأي جامعة؟ أنا بلشت بالكوليج سانت أنطوان دي سور أنتونين، بعدين بلشت ليسانس أركيتكتور بالألبا، وهلا عم بعمل ماستر دو اس اس باليوزيك. باليوزيك بنوجه تحية كثير كبيرة لليوزيك، للال اي يو، لليو اس جي، للاي يو اس سي، للان دي يو. بنوجه كمان تحية كثير كبيرة للأميديست اللي هن كنا من البارتنر تبعنا بهيدا المشروع اللي هو آخر إنجاز. آخر إنجاز مثل ما قالوا لك هو أولا نحن بدنا نهنيك، ونحن حبينا نسلط الضوء أكثر عليك لأنك ربحان جوائز عالمية بعدة بلدان بالعالم، ربحت كثير من الجوائز، بس بتصور إعلاميا بعد ما سلط الضوء عليك، مش هيك نحن حبينا أول شيء نقول لك برافو لكل الجوائز اللي أنت ربحتهم برا. ثانيا بدك تجرب تقنع الستة حتى هن كمان كل واحد لحاله يقدر يصوت لك، لانه في مكافأة ثانية من بنك اوف بيروت. راشد بحسين رح بلش معك. شوف انا صعب، ما فيني اعمل لك هيك، حبسألك اول شيء بدي اتحداك تعمل لي ارتجال ستروف من ان فير مش ان بروز لترسي او كترا، موضوع انا بدي نقي، ما عندك مانع؟ بدي نقي لي موضوع المرة الشرقية لفام اورينتال، خذ وقتك شوي فكر فيها. اوكي، بقول اوف اوف بالفرنسا. نعم تفضل. بقول ليماج دو لا بوتي كي سو كاش سو لي سيكري سيليست سيت انكارني دون اكسيون بينيت او كور دو ديزير سيت اون فام لا مير دو كريست لا سور دو بروفيت اون ابستراكسيون اجيسانت سور لا بورتي سان فرونتيير. يا ويلي هو بيحبه هلا هولي هيك هذا الجواب من هون دغري. رولا منصور، انا عندي تحدي لك، بدي اشوف اذا بتعرف قصيده اسم رولا بالعربي، مشهوره كثير كانوا يدرسوها بالمدرسه. رولا عارف ما عم يعرفها صورهم بلا انا وبلك عم نعرفها ما يللن اياها حفظوها. سوري يعني اذا بتساليني اكثر شو فيك تعوض لي عن هالموضوع؟ مش معقول هيك بيعمل لك وحده بالفرنسي ولا رولا مش حي مالي وحده بالفرنسي. Une fée, mon âme, un ange dans une chair. Étonnant, je me demande qui êtes-vous. Une créature divine, un éminent mystère. Dino Karam. البويزي واذا بدك شوي عتيقه لإلي انه كثير هيك خطيوره، بس اليوم في شيء سلام مثل جران كور مالاد، ولا حتى توم هانكس من ثلاث ايام عمل سلام كثير حلو. شو السلام؟ سلام هو بتاخذ ان تيم ولا شيء كونتمبورين اوربان، يعني ما ضروري يكون كثير مفلسف، بس بتحكيه بطريقه بويتيك وفيوريم بالاخر،
بس هو بيكون موضوع شو ما كان. اخذت الورقه واجت قالت لي ما حطيت القلم ومدري شو بنت ومدري قصص. تتعاطى اسلام؟ لا ابدا ابدا. سوري مين فؤاد؟ إلي أنا كبد أسألك إذا لازم تكون بإتدام معين أو بمود معين تتكتب، بس هلأ ما بقى في عملك غير هيك صراحة. Thank you. شاش حلو. صراحة أنا كنت محتار، يعني هاي أول مرة أنت أول واحد بيشارك بهذا البروغرام وما فينا نعمل كومباريزون مع غيرك. هيدا مثل الأستاذ بس يكون بيصلح الفحص ويصلح أول ورقة. مزبوط. ما في قرنة بحدا تاني. بس بكل صراحة بمجرد ما شاركت بمسابقة فيها 4-5000 واحد عالمية بشي صعب مثل هو البويزي فرانسيز وطلعت الأول، أوتوماتيك ما بدي أعمل لك ولا تحدي رح لك. Thank you. إيه درجاني، نحن بنقول لك برافو لكل الإنجازات اللي قمت فيهم. أنت واحد من هالمنجزين الشباب، يعني نحن بنفتخر فيهم بلبنان. بنك أوف بيروت كمان حابة مثل من الآخر تكافئك على طريقتها وتفتح لك حساب ببنك أوف بيروت. نحن رح نعبي لك الحساب وكل تامز أب رح يكون 500 دولار. راشد بحصلي بيستاهلها. رولك منصور أنا أعطيته إياها ديجا. تينو كرم أو خسرت اثنين وحدة لكنها اثنين. مير فؤادي بيان سور. جاش حرب وانا حاعطيك ثانك يو وانا رح تعطيك كله لكن المجموعه ضاعت. انا هلا راشد مولا مخفى وهيدا خمسه يعني 2500 دولار. رح افتح لك حساب ونحول لك عليه 2500 دولار دغري على حسابك ببنك اوف بيروت. بدنا نحط لك انا إلي درجاني بالاسم. درجاني تكتبها اي ولا ايجريك؟ ايجريك درجاني بالايجريك قلت لكم يا شباب. نعم. والاماونت اللي بده ينحط نطلب من رالف يحط الاماونت 2500. حط له بعد صفر يا رالف. لا لا 2500 دولار يلا. وعم يتحول المصريات دغري على حسابك. إلي مبروك كثير. برافو برافو لك والف مبروك.